هذه المرة لم يتوجه المعتصمون إلى ميناء الحصن، بل رفعوا صوتهم ولافتاتهم أمام مقر وزارة الثقافة، مطالبين الوزير قابليون بتحمل مسؤولياته كوزير للثقافة وإصدار قرار بوقف أعمال الحفر في الموقع الأثري في ميناء الحصن. هل الموقع هو مرفأ أثري أم مقلع؟ لا يشغل هذا السؤال بال المعتصمين الذين أكدوا أنه في الحالتين الموقع ذات أهمية أثرية مهمة يجب المحافظة على ما تبقى منه. بخصوص الوزير عندنا ثلاث مطالب منه. أول شيء يتقدم بشكوى ضد فينوس بالنسبة للتعدي على الموقع الأثري. ثانيا يتراجع عن القرار 70 اللي أخذه بخصوص شيل من ليستة الجرد العام هذا الموقع. وثالث شيء يطلب خبرة مستقلة. إذن شارك في التجمع عدد من الناشطين المدنيين في مقابل وجود مكثف لقوى الأمن والجيش اللبناني، واعتبر المحتجون الغاضبون أن مسيرة تدمير بيروت الأثرية والتي بدأت منذ ما سمي بإعادة إعمار العاصمة مطلع التسعينيات تصل اليوم إلى خواتيمها التعيسة. أنه هذا الاكتشاف هو اكتشاف مهم جدير بأن يحافظ عليه، خصوصا أنه اكتشاف يعني غير متوقع، لا يوجد له إلا ثلاثة نظائر، واحد بكرتاش وواحد بقبرص وواحد بتل دور بفلسطين المحتلة، ويبدو أن هذا المرفأ هو أقدمهم. ويذكر أن المسؤول عن الحفريات في هذا الموقع هشام صباغ قدم كتاب استقالته إلى ليون بسبب ما قال إنه تدمير وتزوير لتاريخ بيروت.